أحافظ على رشاقتي بصراحة، مو دائما رشيقة، تمر علي فترات، يعني فترة الحجر سمنت من كثر الأكل والشوكولات. بس تدرون أنا قبل 3 سنين لما ولدت زومي يعني كنت أضعف، بس بعد الولادة أكيد جسمي تغير. بس بصراحة أراقب نفسي، وأراقب نفسي لنفسي دائما أقولكم، لأنه أنا أحب أنه أطلع دائما بصورة أو بمظهر اللي أنا أرتاح فيه. فالمراقبة أني أراقب كميات الأكل اللي أكلها. إجت فترة اللي هي بعد الحجر، لأنه شوية زادت كم كيلو خلال الحجر من كثر الخربطة بالأكل وقعدت البيت. أنا بطبعي أحب الحركة، فلما قعدت بالبيت سمنت. اللي سويته سويت دايت الكيتو هو، وبصراحة سويته لمدة شهر و نفع وياي، وصار مثل لايف ستايل بالنسبة لي. هسا أكل كاربز بس مو بكثرة، يعني I watch out. فيا هذا كل اللي أسوي. ما أحب الرياضة، ما أحب الرياضة، ما أحب الرياضة أبد، وهذا الشيء غلط. أتمنى أكون أكتف أكثر وأسوي رياضة، بس ما موجودة الرياضة بقاموسي.